السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم. النهاردة عندنا موضوع فريد من نوعه، بما أن يعني في بعض يعني المشتركين الأعزاء مناهم يعني نخرج من العاطفة والحاجات دي، وأنا عارفة أنكم يعني بتطلبوا حاجات عن العمل والمال والصحة، بس يعني 99% من المشتركين في القناة أو القنوات الأخرى بتبحث إلا على الجانب العاطفي، فعشان كده احنا بنركز على الجانب العاطفي. بس النهاردة هيكون عندنا موضوع عام. هل عندك مشروع في رأسك؟ هل هتنجح في المشروع ده؟ هنشوف يعني المشاريع دي سواء العاطفية العملية، وايه اللي لازم نصيحة تعملوه، وكمان نصيحة من عام كروت الملائكة. هيكون اختيار اول المسبحة الزرقاء دي او الاحرف دي، ف ص ق ر ش ت ث غ خ، بما اننا بنتكلم عليكم فاول حرف من اسمكم انتم. اختيار ثاني القلاده الاسوره دي، او اول حرف من اسمكم من الاحرف دي، الف باء ض ج د ه واو ز ح وذ، او اللي اختاروا الاسوره دي. اختيار ثالث طاء ياء كاف لام ميم نون سين غين ضاد، و أو اللي اختاروا الحجر الكريم العقيق ده الأصفر اللي مايل لونه إلى العسلي. هنختار أولا الكروت الخاصة بكيف يعني القراءتين الثلاث. عفوا، كارت أول للاختيار الأول، كارت ثاني والاختيار الثالث. هنبدأ بالجانب العاطفي، من أنكم يعني معظمكم تجروا على يعني تطلبوا حاجات كتيرة للجانب العاطفي، وهنستعمل النهاردة الكروت الجديدة اللي جبتها لكم الخاصة بالعلاقات العاطفية. هنختار ثلاث كروت للاختيار الأول، ثلاث كروت للاختيار الثاني، ثلاث كروت الاختيار الثالث. عفوا، الجانب العملي والدراسي والسفر هنشوفه بكروت مادموزيل لونورمان. نختار كمان ثلاث كروت للاختيار الاول، ثلاث كروت للاختيار الثاني، مال اعمال وسفر، ولماذا الصحة كمان. نختار ثلاث كروت، إذا كنا محتاجين يعني نوسع القراءة هنوسعها. وبكروت فندو سيكل كيبر هنختار إيه هي الطريقة الصح لتحقيق هذا المشروع اللي ببالكم. إذا كان عندكم مشروع في يعني في مخيلتكم وأنتم بتحضروا على مشروع، سواء كان عملي أو دراسي أو في السفر، هنشوف يعني حسب أنواع الكروت. زي ما قلنا الأول عاطفي، الثاني مال وأعمال وصحة، والثالث نصيحة إزاي هتقدروا يعني تتوصلوا لتحقيق المشروع بتاعكم ده، أو بيع منزل أو حاجة زي كده. يلا، ده اختيار أول. ده اختيار ثالث، هنخد كده نحطه على جهة جانب كده، ناخد الاختيار الثاني كمان نحطه على حدة، ونبدأ بأصحاب القراءة الأولى اللي اختاروا المسبحة الزرقاء دي أو أول حرف من اسمكم بالأحرف دي. أظن إنها واضحة في الصورة. أولها هنبدأ كرت النصيحة، الجانب العاطفي، الجانب العملي الدراسي والصحة والمال، وأخيرا إزاي هتقدروا يعني تنجحوا في تحقيق أو في وصول إلى نجاح
أو إلى أي طريقة تقدروا تستعملوها عشان توصلوا للنجاح في يعني المشروع بتاعكم ده اللي في عقلكم، سواء كان عاطفي من هنا، عملي مالي أو سفر. وهنا الطريقة اللي هتحللكم أو تساعدكم للوصول إلى تحقيق هدفكم أو المشروع ده. المشروع العاطفي، غالبا البعض منكم اللي هم اختاروا القراءة الثالثة دي الأولى دي عفوا، المشروع اللي في بالكم بيقول إيه؟ بيقول إنه أنتم اتأذيتم في علاقة غرامية، وكان يعني اتأذيتوا في كرامتكم جدا، اتمرمطت كرامتكم في الأرض كده بسبب تسلط الطرف الثاني بتاعكم، سواء رجل إذا كنت امرأة بتتفرج على الفيديو ده، أو كنت رجل بتتفرج على الفيديو ده. فغالبا أنتم ضحيتوا كتير وديتوا من قلبكم ومن عقلكم ومن حياتكم ومن صحتكم في العلاقة دي، بس خسرتم كل حاجة، خسرتم كل حاجة بسبب تدخل طرف ثالث في العلاقة زي ما نشوف هنا. لأن الإنسان ده سواء أنت رجل بتتفرج، يعني زوجتك أو حبيبتك أو عشقتك عندها طرف ثالث، أو أنت عندك طرف ثالث. الطرف الثالث ده سواء الوالدة أو صديقة تدخل في يعني في حياة الطرف الثاني بتاعك أو بتاعتك. فبسبب تدخل الطرف الثاني الثالث ده، مهما كنت يعني مهما التضحيات اللي اديتوها في العلاقة دي، خسرتم كل حاجة بسبب الطرف الثالث ده. وعشان كده انتصر عليكم الطرف الثاني اللي هو الزوج أو الحبيب. فأنتم دلوقتي عاوزين توصلوا يا إما لتحقيق كارما، يا إما لرجوع حبيب أو حاجة زي كده. فالمشروع اللي في عقلكم من ناحية العلاقة دي اللي ذكرتها دلوقتي، ومستحيل تنطبق القراءة على الجميع لأنها قراءة عامة، هتنتصروا إن شاء الله في استرداء واسترجاع واسترداد يعني حقكم من يعني من الخسارة اللي خسرتموها في الماضي. شوفوا هنا، هيكون فيه رجوع كارما، انتقام، هيكون فيه تحقيق لأمنية عندكم من الناحية العاطفية اللي هي مشروع دلوقتي في عقلكم، سواء انتظار كارما، سواء رجوع حبيب أو حاجة زي كده. هترجعوا بقوة، هتنتصروا على يعني المأساة اللي كنتم عايشينها في الماضي واللي انتم عايشينها دلوقتي. ده كان شرح طفيف وبسيط للقراءة من الناحية العاطفية. طب أسهل، في أسئلة هنقدر نسألها عن الجانب العاطفي اللي هم مش متجوزين، هل هيكون في ترسيم للعلاقة؟ هل عندكم ترسيم علاقة حتى لو ما كانش عندكم علاقات عاطفية، اللي هم عزاب، أرامل، مطلقين، هل عندكم ترسيم علاقة هذه السنة كمشروع عملتوه دلوقتي يعني في عقلكم، ومتمنين عاوزين تعرفوا إذا كان عندكم ترسيم لعلاقة أو زواج أو خطوبة في السنة دي؟ هل عندكم ده؟ هل المشروع ده هيتحقق؟ غالبا عندكم البعض منكم عندكم معجب سري، عندكم معجب سري زي ما نشوف الكارت الأول ده للعزاب المطلقين والأرامل، عندكم معجب سري. والبعض الآخر منكم كمان عندكم كراش، يعني أنتم عندكم إعجاب من ناحية إنسان هو غير منتبه ليكم، أو هو منتبه ليكم بس مش قادر، مش عامل ما عملش خطوة من ناحيتكم. هو فيه عندكم للبعض ترسيم علاقة، للبعض عندكم ترسيم علاقة، بس غالبا الإنسان ده هيكون إنسان مزيف، فردوا بالكم منه. إنسان مزيف ردوا بالكم منه. لأن ليه؟ هنا بنشوف الرجل ده بيبص إيد الست دي، بس الست دي وشها وش راجل مش وش ست. فردوا بالكم هنا من الإنسان ده اللي هيجي في طريقكم، هيكون إنسان مخادع. توقفوا، ما تدخلوش في علاقة، توقفوا ما تدخلوش في علاقة هتأدي بكم إلى يعني مش يعني مش لترسيم علاقة، للعكس يعني هيجي في طريقكم في الأول إنسان مخادع، فردوا بالكم منه. الإنسان المخادع ده حدلكم مواصفاته
أو عمله. هو إنسان نحيف شوية في جسمه، طويل نحيف، يعني ملامح وشه سوداء، يعني حواجبه شفاير عينيه لون عينيه سوداوتين. فردوا بالكم الإنسان ده إنسان زير نساء، هيتقدم لكم هو الأول في حياتكم. بما أن القراءة عامة يعني نشوف يعني للآخرين هيحصل إيه كمان، هل في حد تاني هيدخل حياتكم، أو هل إذا كنتم في علاقة وانفصلتم هل في رجوع؟ زي ما قلت لكم شوفوا هنا، يعني هنا اللي قلت لكم ردوا بالكم من الإنسان ده المزيف، هو غالبا عاوز يعني إلا الاستفراد بيكم وعمل علاقات جنسية فقط. فهو إنسان متسلط متعجرف، وحتناله يعني إلا الصدمة، زي ما شوف الست دي مصدومة، والرجالة دول يحاولوا إنهم يفيقوها كده من الإغماء اللي حصل لها جراء الصدمة لما عرفت الوش الحقيقي للإنسان ده اللي هيتقدم لها. فردوا بالكم من الإنسان ده، هو نحيف طويل، عنده ملامح سوداء، يعني عينيه سوداء، شعره أسود. غالبا هو ما بيشتغلش، بس يكذب عليكم ويقول لكم إنه بيشتغل، يا إما عنده شركة يا إما عنده كده أو كده، بس هو ما عندوش حاجة، هو كذاب. طب هل في حد تاني آخر حيدخل حياتكم؟ أيوة، في حد آخر أحسن من ده، والحد التاني ده هو زي ما نقول إحنا متوسط القامة، غالبا بيسافر كتير بالعربية، يعني ما يتوقفش في مدينة أو في قرية، بيتنقل كتير في بالعربية، و يعني شغله يا إما يشتغل في كمدرس رياضة، أو بيمارس رياضة كتير، أو حاجة زي كده، هتتلاقوا معاه في مكان عام. أولا هيكون معجب بيكم إعجاب عادي، يعني أي نظرة أولى أو يديها رجل أو امرأة لإنسان آخر هيكون الإعجاب إعجاب عادي، بعدين هتتطور العلاقة إلى أحسن. فارفضوا الرجل الأول ده اللي قلت لكم عليه، واقبلوا بالإنسان ده اللي قلت لكم ملامحه إزاي هي. هو يعني لا هو أبيض ولا هو حنطي، بس لونه لون الجزر، روجي زي ما نقول إحنا بالجزائرية. التاني هو أحسن ليكم، فحاولوا يعني إنكم تتفادون العلاقة مع الرجل المزيف ده اللي هيقول لكم أيوة أنا بحبك وحسكنك وحعمل لك وحشتري لك وحعمل لك وحعمل لك. ده سيبك منه، هيجي حد تاني هيدخل حياتك وأحسن منه، هتكون يعني الطريق مع بعض، هتكملوا الطريق مع بعض إلى ترسيم العلاقة إن شاء الله. أوكي، نمر دلوقتي للمال والأعمال والسفر والصحة. مال وأعمال أهو الإدارة، لا طاقة كويسة جدا جدا ليكم للمال والأعمال والصحة. غالبا هنا البعض منكم أموره مبهمة، وصلتم لمطبات وصلتم لعراقيل، ودلوقتي أصبحت الطريق قدامكم مبهمة. زي ما نشوف هنا الطريق مبهمة، بس بعد ثلاث نقاط كده، يا إما 23 الشهر اللي احنا فيه 23/6/2021 و3/7/21 هيظهر لكم حاجات جديدة إن شاء الله بتخص العمل، عفوا العمل أو السفر. في انفراجات من الناحية العملية المالية السفر والصحة، في تحسن في الصحة كمان، وكمان تحسن في الصحة، هتكون عندكم آفاق جديدة، وهتكون عندكم البعض منكم ربما عمل تحاليل أو هو عاوز يعمل تحاليل وخايف إنه يلقى حاجة في صحته، فأبشروا خيرا ما عندكمش حاجة إن شاء الله، والناس اللي هي مرضى ستتشافى إن شاء الله، لأن البنيان بتاعكم بيتحمل المرض ده، وربنا إن شاء الله هيديلكم الشفاء من عنده، فأبشروا خيرا. الناس اللي عندهم أمور معلقة في المحكمة، زي ما نشوف هنا الأمور المعلقة في المحكمة بتخص إرث بعد وفاة حد من العيلة. أنتم بتقولوا الكارت ده كارت البلوك، يعني دايما شايفينه في العلاقات العربية بلوك، زي طب
في العمل حتفسروه ازاي؟ فحاولوا توسعوا منظوركم لكرة الترو. فالبلوك ده اللي بتشوفوه انتم بلوك دي، ده صليب، وهو وسيلة عبادة عند المسيحيين، وكمان بيتحط الصليب على قبر الميت. فهنا في المحكمة فيه أمور متعلقة بإرث، هيكون فيه جديد لصالحكم إن شاء الله، وخاصة للناس اللي عاوزة يا إما تبيع بيت أو تشتري بيت أو حاجة زي كده. عندكم حاجة جديدة هتمشي الأمور اللي كانت موقفة في المحاكم إن شاء الله، وخاصة أمور بتخص الإرث. السفر عندكم سفر إن شاء الله، بس مش دلوقتي، بس بعد نقطتين، ما بين 20 و 12، ما بين 20/6/2021 و 12/7/2021 حيكون عندكم خبر لتنقل من مكان لمكان إن شاء الله. هل في انفراجات مالية؟ نعم، طاقة نارية، انفراجات مالية إن شاء الله. حيكون عندكم زي ما قلت لكم هنا، وخاصة استرجاع واسترداد حقوق كنتم بتجروا يعني وراءها، خاصة في المكانات يعني في الأماكن الإدارية، وخاصة البنوك، الناس اللي عاوزة تعمل قرض أو حاجة زي كده. أوكي، طب هتنصحكم الكروت بإيه؟ بأي طريقة لازم تمشوا عليها؟ الطريقة اللي بتمشوا عليها تنصحكم بها الكروت الترو اللي تمشوا عليها يعني عشان توصلوا للحاجات دي، انكم ما تعطلوش الامور، حاولوا تاخدوا القرار الصائب للمضي قدما عشان تتحصلوا على الحاجة اللي انتم عاوزينها. فزي سرعة خروج الرصاصة من المدفع دي، ده عفوا بسرعة، ففيه طلب هنا السرعة في التحرك، السرعة في التحرك، كمان الاهتمام بالنفس والمظهر، لأن يعني في عندنا عند العرب أو الأوروبيين، لما الإنسان بيقولوا يعني الفرنسيين لابي نوفي با لو موان، يعني اللباس لا يجعلك إمام. ولكن احنا في الأرض الواقع عايشين، ان عارفين ان الانسان اللي لابس كويس وعنده الاتيكيت وعنده هيبة بيحترموا الناس وبيساعدوه على حل مشكلته، يعني حسب انت المنظر اللي هتظهره للناس، او انت المظهر اللي هتظهري للناس، هتقدري تتوصلي للحاجات اللي انت عاوزاها بعزيمة ويعني وسرعة، وعدم التوتر او عدم تأجيل الامور، هتقدروا توصلوا للحاجات اللي قلنا عليها كمان بالحذر. الحذر فورس بيرسون، لان في ناس مترصده لكم مش مخلياكم تتقدموا في حياتكم، فردوا بالكم وكونوا حذرين جدا في اي خطوه تعملوها. ما تتكلموش على المشاريع بتاعكم، اعملوا يعني اعملوا الحاجات اللي انتم مشاريعكم والحاجات اللي انتم عاوزين تعملوها في الكتمان ان شاء الله. الطاقات اللي هنا في برج الميزان، برج الحمل، برج الجوزاء، وبرج الدلو، في برج القوس، برج الثور، برج العقرب والسرطان، في كمان طاقة نارية، أسد، قوس، برج الحمل كمان. إيه نصيحة الملائكة ليكم؟ لانفورتون، لانفورتون بتقول إيه؟ الكارت هنا في إيه؟ في قمر، في وش ست جميلة رغم الظلام اللي فيه الكارت ده زي ما انتم شايفين كده، وفي الرجل ده اللي بيشبه أينشتاين، يعني العالم المعروف عالميا في الفيزياء والرياضيات. فلانفورتون هنا بتقول ما تسيبوش الحالة اللي انتم فيها تأثر عليكم فكريا وفي العزيمة بتاعتكم على انكم تتقدموا في حياتكم. زي ما قلنا هنا، زي أينشتاين لما نشوفه كده شعره كده واقف كده وأبيض وهدومه مكلكلة كده، يعني لما بتبصوله مش هتديله قيمة، بس شوفوا العبقرية اللي في يعني في فكره، شوفوا العلم اللي يعني اللي أعطاه للإنسانية. فأينشتاين لما كان
بيدرس البكالوريوس، وكان بيمتحن في البكالوريوس، سقط 9 مرات، مش لأنه أخطأ، لا، لأنه كل مرة بيبتكر طريقة جديدة لوجود الحل المطلوب. فبعد المرة التاسعة قبلت النتيجة بتاعته، وأصبح معروف عالميا على أنه إنسان خارق الذكاء. فعشان كده الكروت الملائكة هنا بتأكد كلام اللي قلناه من قبل، أن الإنسان مش لازم يعني il faut pas que vous baissiez les bras dès le premier pas يعني ou devant le premier échec، يعني مش لازم انكم تتوقفون عن التجربه او محاوله الوصول لاهدافكم اول يعني امام اول عقبه، لا، تصدوا العقبه دي مهما كانت الظروف، ستصلون الى النتيجه اللي انتم عاوزينها ان شاء الله. الى هنا انتهينا مع اصحاب القراءه الاولى، ارجو انكم يعني تحصلتم على حاجات استفدتم منها، وإذا عجبكم الموضوع فقولوا لنا في التعليقات عشان نكرره كل مرة حسب المشاريع اللي انتم حتكون في عقلكم إن شاء الله. نمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثانية اللي اختاروا الاسوره دي، هنحطها هنا ان شاء الله كده الاسوره دي، وناخد الاختيار لاصحاب الاختيار الثاني اللي اختاروا لاول حرف من اسمهم هنا او القلاده، عفوا الاسوره، كارت النصيحه، تحليل الجانب العاطفي. إذا كان عندكم مشروع في عقلكم وعاوزين تتنجحوا فيه، سواء في العاطفة، المال والأعمال والصحة، ودي الطريقة الأنسب للوصول إلى أهدافكم أو لتحقيق المشروع بتاعكم. نشوف أولا للناس اللي عندها مشاريع من الناحية العاطفية. لا طاقة كويسة. شوفوا هنا للعزاب عندكم إن شاء الله دخول في علاقة أو ترسيم علاقة في السبادي إن شاء الله. للعزاب منهم اللي عمرهم ما تجوزوا، منهم المطلقات والأرامل، عندكم ترسيم علاقة ودخول في علاقة إن شاء الله. للبعض الآخر سيتغلب على تدخل طرف ثالث هنا، هيخرج من العلاقة الطرف الثالث ده، وهتعيشوا حياتكم حياة كويسة مع الطرف الثاني بتاعكم. هتقدروا تتخلصوا من القيود اللي كانت عاملة انفصال ما بينكم انتم والزوج بتاعكم او انت والحبيب بتاعك. هتتخلصوا من طاقة الطرف الثالث ده، سواء بنزع سحر تفريق او بانكم تقدروا تنتصروا على الطرف الثالث، على انكم تقدروا تسلبوا عقل الطرف الثاني بتاعكم اللي هو الزوج او الحبيب، وتقدروا تقنعوه انكم انتم مش غلطانين، بس الطرف الثالث هو اللي مأثر عليكم او عليه. فهتنجحوا على انكم تنتصروا على الطرف الثالث ان شاء الله، وترجع العلاقه زي ما كانت ان شاء الله. دي يعني 3 كروت وفت كل العلاقات، سواء العلاقات الثلاثية، العزاب، الأرامل والمطلقات، عندكم ترسيم علاقة هذه السنة إن شاء الله، رجوع المياه إلى مجاريها للناس اللي هم في علاقة باردة، وغالبا البعض منكم حيتلقى هدية من طرف الحبيب إن شاء الله. أوكي، الأبراج اللي هنا الأسد، القوس، الحمل والتور، الجوزاء، العذراء، وبرج الجدي، كمان برج الدلو والجوزاء. اوكي، طب الجانب المالي والعملي والصحة، هنا البعض منكم بيبحث يا إما على بيع بيت أو شراء بيت، أو في مشكلة بتخص بيت، مشكلة بتخص بيت زي ما نشوف هنا. غالبا أصحاب القراءة دي أنتم بتفكروا لوجود
يعني حل أو وجود طريقة لتحقيق المشروع بتاعكم اللي زي ما قلت لكم اللي بيخص البيت ده. في بيت فيه يا إما إرث، يا إما حصول على إرث، يا إما بيع بيت وشراء بيت مرة تانية، يا إما إنكم يعني تلقوا الطريقة عشان تسووا وضعية في منطقة، يعني في إدارة، يعني تسوق بعض الأوراق المعلقة ما يخص بيت للبعض منكم، دي طاقة تركزت على البيت. طب هل في سفر لأصحاب عندكم يعني تسوية وضعية لبيت، سواء بيع وشراء أو تسوية لأوراق مترتبة عن إرث عشان تحصلوا على الأرض ده أو عن البيت ده أو سيارة أو حاجة زي كده، حاجة تقيلة. طب هل في سفر لأصحاب القراءة الثانية هذه؟ للأسف لأ، دلوقتي ما عندكمش الطاقة هنا، طاقة لمدة 3 أشهر للأسف ما فيش سفر، هيكون في بعض العراقيل. طب هل من الناحية الصحية فيه مشكلة أو فيه جديد؟ ايه الرجالة دول كلهم؟ لا في حاجة كويسة ان شاء الله. شوفوا هنا للبعض منكم عنده زي ما شوف الرجل ده المريض شوية، البعض منكم بيعاني من تعب وقلق، وانتم عندكم خوف من انكم مصابين بحاجة، او البعض منكم سواء ستات عندك سرطان ثدي وانت دلوقتي خايفة على مستقبلك بعد ما يعني علمتي او عملتي عملية بثر للثدي ده، فانت دلوقتي يا اما عندك تحاليل تعمليها يا اما عندك أشعة تعمليها وانت خايفة من النتيجة، فأبشري خيرا، النتيجة هتكون حاجة كويسة. زي ما شوف الرجل ده مسك الوردة في ايده، صحتكم هتتحسن ان شاء الله عن قريب، يعني مرحلة بمرحلة درجة بدرجة لحد ما توصلوا للراحة النفسية الكويسة عشان تتقبلوا الحالة اللي انتم فيها دلوقتي، يعني المرض ده اللي عندكم دي حاجة ربنا، يعني الواحد ما يعصيش ربنا ويقول الحمد لله على كل حال. البعض منكم كمان عندكم إمضاء لعقود عمل، عقود شراء أو بيع منزل زي ما قلت لكم أو عربية، في إمضاء عقود كمان للعمل، في انفراجة مادية وعملية إن شاء الله للبعض منكم. البعض منكم الآخر عنده تنقل من مكتب لمكتب، من عمل لعمل، أو تغيير جذري لطريقة العمل، يعني العمل بتاعه، مثلا كنت بتعملي تشتغلي محاسبة هتشتغلي خياطة، يعني زي كده، يعني شغل مخالف للشغل اللي كنتم يعني بتشتغلوا بيه، هيجي لكم إمضاء عقود هنا إن شاء الله. إيه اللي هنقدر نسأل عليه تاني؟ طب هل عندكم انفراجات مالية؟ هل عندكم انفراجات مالية؟ هتتلقوا مساعدة من طرف إنسان مقرب ليكم ما كانش عندكم فكرة أصلاً إن الإنسان ده هيقدر يساعدكم، يعني أنتم كان عندكم رؤية من ناحية الإنسان ده إنه الإنسان ده بخيل وحاجات دي، فهتكونوا يعني هتنصدموا لما تشوفوا إن الإنسان ده هو اللي هيساعدكم. غالباً البعض منكم يهم يا إما هو رئيس عمل، يا إما هو أب أخ، إنسان متوسط في السن، يا إما عنده شعره شوية أبيض، يا إما يعني غيزونه رايح للرمادي زي كده، رمادي هيساعدكم على يعني ماديا على تخطي مشكلة أنتم عويصة عندكم دلوقتي، هيساعدكم على أنكم تتنفسوا شوية وتلقوا راحتكم من الناحية المادية. طب إيه لازم الطريق اللي لازم تسلكوها للوصول للكلام اللي قلناه؟ زي ما قلت لكم رجوع لمنفصلين، اهو رجوع لمنفصلين اتطلقوا يعني عن طريق المحكمة، هتتجوزوا مرة تانية ان شاء الله. والبعض الاخر زي ما قلت لكم اللي هم عزاف الاول، هم مطلقين ارامل او عمركم ما اتجوزتم، عندكم ترسيم علاقة زي ما قلت لكم عشان توصلوا للاهداف بتاعكم، تشبثوا
بالدعاء لربنا سبحانه وتعالى، وبأنكم زيكم زي ناس آخرين، لا تت يعني نبسي طالبها، لا تفقدون الأمل. ففي ربنا سبحانه وتعالى كاتب لكم حاجات جميلة إن شاء الله جاية لكم في طريقكم، فكونوا قدها وقدود إن شاء الله. هنشوف دلوقتي نصيحة الملائكة هتقول لكم إيه. لابوتي الجمال، قلت لكم في علاقات هتترسم وفي خير جاي لكم ان شاء الله. زي ما نشوف التاج الذهبي ده والقلب الجميل ده والورده المتفتحه كده والمنوره، في انفراجات كتيره هتجي لكم ان شاء الله. فابشروا خيرا وما تدخلوش في متاهه ال الديسيبسيون، يعني انكم والله ما اقدرش بعض الاحيان اني اترجم الكلمه من الفرنساوي للعربي، لاني درست للتارو وحتى شغلي يعني كمان في الشركه خارج نطاق التارو بالفرنسيه، وبعض يعني بعض الاحيان يتعذر علي ترجمه الكلمه من الفرنساوي للعربي. وكمان انا ما اصلي مش مصريه، جزائريه، فبحاول اتكلم مصري عشان يفهمني يعني كل الدول العربيه الاخرى، لان اللهجه الجزائريه بحد ذاتها صعب الفهم، يعني حتى ما بيننا احنا الجزائريين ما بنقدرش نفهم بعضنا بعض الاحيان. عشان كده انا اخترت اللهجه المصريه عشان تقدروا يعني تفهموا الكلام بتاعي. هحاول ابسط التفسير ده. عندكم خير جميل جاي لكم يعني كخلاصه، سواء عملي مادي صحه حب، يعني اي حاجه وانتم عملتوها كمشروع في عقلكم ربنا هينور لكم طريقكم ويساعدكم على انكم توصلوا للجمال ده او الانفراجه دي اللي انتم عاوزين توصلوا لها ان شاء الله. عندكم تحقيق المشاريع بتاعكم بقدره ربنا سبحانه وتعالى. حول القوه الا بالله. الابراج اللي هنا عفوا، عندنا برج العذراء الجوزاء، برج الميزان، برج الثور، برج العقرب والسرطان، برج الحمل، برج الجدي، برج الحوت كمان عفوا. يعني في طاقة نارية وطاقة ترابية هي اللي طاغية على القراءة دي. اوكي، نمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثالثة. وإذا عجبتكم القراءة دي يعني الموضوع ده قولوا لنا في التعليقات عشان نعمل لكم مواضيع أخرى مماثلة. يلا القراءة، أصحاب القراءة الثالثة اللي اختاروا الحجر العقيق ده الأصفر أو المائل إلى العسلي. أول حرف من اسمكم بالأحرف دي هي واضحة في الشاشة. نصيحة الملائكة، الجانب العاطفي، إذا تطلب الأمر إننا نسحب أوراق أكتر هنسحب أوراق أكتر، الجانب المادي والعملي والمالي والصحة، ودول الطريق اللي لازم تاخدوها عشان توصلوا لتحقيق مشاريعكم إن شاء الله. هنحطهم هنا عشان يكون عندنا شوية يعني مكان. الجانب العاطفي، إيه المشاريع من الجانب العاطفي؟ ايه ده؟ يلا الكارت الاول بيقول ايه؟ غالبا يعني انتم زي القراءة التانية، العزاب اللي هم مطلقين وارامل وكمان اللي عمركم ما دخلوا في علاقة، عندكم ان شاء الله دخول في علاقة غرامية جديدة. استنوا عشان نوسع القراءة. عندكم زي ما قلت لكم دخول في علاقة غرامية جديدة إن شاء الله. الإنسان ده غالبا هتتلاقوا فيه في مكان عام. غالبا أنت يا إما عندك بتربي طائر، يا إما عصفور، أو يعني الطائر هو العصفور، أو قط، أو كلب كده عندك في البيت.
بس غالبا الناس دول اللي تكلمت عليهم دلوقتي او يعني اصحاب القراءة الثالثة عندكم طاقة الكوين اوف كابس. انتم ناس زي ما نقول فوزات اونيكا، يعني ابار اونيك، يعني مفيش زيكم كتير. وجودكم في مكان عام او مع القليل من الناس او الكثير من الناس بيدخل على قلبهم البهجة، مفيش حد ما يقدرش يلاحظكم. عندكم جاذبية فريدة من نوعها، الأونيك دو سونجون يعني فريدة من نوعها. عندكم أنوثة وسلاسة في الكلام والرقة في الكلام، بنفس الوقت عندكم قوة وشجاعة على إنكم يعني تفرضوا شخصيتكم قدام أي حد كان قدامكم، أو تسايروا أو تناقشوا أي حد دخل في نقاش معاكم. عندكم السلاسة دي، عندكم السلاسة دي على إنكم يعني تقدروا تحطوا النقاط على الحروف بطريقة سلسة مع الناس اللي هم يدخلوا في جدال معاكم، ودايما تخرجوا أنتم المنتصرين في أي مشكلة عندكم في حياتكم. دي كانت طاقة عامة ليكم يعني. طب أوكي، للعزاب المطلقين الأرامل هنا اللي قلنا عندهم حد جديد هيدخل حياتكم إن شاء الله، وده هو المشروع اللي أنتم بتفكروا فيه على أنكم عاوزين تتخطبوا وتتجوزوا والحاجات دي. طب يعني إيه المعلومات عن الرجل ده أو الست دي أو الحاجة زي كده؟ شوفوا هنا برجه، برج العذراء، أبراج ترابية، برجه برج العذراء يعني ذا هيرميت، الكارت ده بيمثل كارت الهيرميت. برجه برج العذراء، الإنسان ده بيشتغل في مكان إداري، بس يعني في المكان الإداري ده اللي بيشتغل فيه أو الناس اللي بتعرفه لما يكون في الشغل بيكون إنسان صارم، يعني لا بيهزر ولا بيعمل حاجة كده ولا كده، بس هو إن في نفس الوقت يعني عنده شخصيتين، هو إنسان قائد، قائد يا يعني إما بيشتغل في مركز حكومي شرطي دركي، بيشتغل في المطار أو في محطة القطار أو حاجة زي كده، عنده محكمة في إيده، عنده حكم في إيده، يعني بيتحكم في عمال آخرين زي ما نشوف كده، من عنده تخرج الأوامر، من عنده تخرج الأوامر. هو غالبا مر بأزمة، يعني أزمة عاطفية في السابق، إما مراته متوفية، غالبا امرأة يعني زوجته متوفية، الرجل ده زوجته مراته متوفية. الإنسان ده يعني إنسان كويس، والعيشة معاه هتكون عيشة كويسة، هتكون يعني هتغيري من حياته من حياة بائسة كده إلى إنسان فرحان وإنسان اجتماعي، وحيتعيشي معاه عشان عيشة يعني ملؤها الحب والسعادة والفرحة، هتكونوا يعني مش توأم شعلة، هتكونوا توأم روح، أحسن من توأم الشعلة، هتكونوا توأم روح. لأن الإنسان ده إنسان جاد، هو حنتي إلى مائل إلى الأسمر، طويل القامة، عنده بوكلة، يعني عنده زي كده، شوفوا كده عنده دي، مش لحية كاملة، عنده دي بس، أو عنده شنب. يعني تكلمنا عن العزاب والأرامل والمطلقين أو اللي عمرهم متجوزوا. نمر دلوقتي للستات اللي هم يعني كانوا في علاقة، يعانون من علاقة ثلاثية زي ما نشوف كده، ويعني وتغلبت عليهم الست التالتة دي، يا إما والدة الزوج يا إما زوجة الزوجة الأولى أو التانية. أنا بقول كده أنتم البعض منكم كان في الأول بيحتار أي مكان بيكون الكلام عليكي في القراءة، فأنت الطيبة، أنت اللي بتكلم عليكي، الطرف الثالث هو الطرف المش كويس. يعني لما أقول الطرف الثاني هو أنت، الطرف الثالث هو دايما الطرف المش كويس، فأنت الكويسة شايفة نفسك كويسة، أو أنت الزوجة الثانية أو الأولى وأنت كويسة، فأنت اللي بتكلم عليك. الطرف الثالث دايما في القراءة هو الوحش، عشان تركزوا معايا. زي ما قلت لكم هنا أنتم ناس غالبا طيبين، عندكم روحانيات عالية، عندكم حدث مسبق لحدوث الأشياء،
فانتم هنا حنحلل القراءه بتاعتكم في المشروع بتاعكم، هل حتنتصرون على الطرف الثالث ده؟ نعم ستنتصرون من الطرف الثالث ده باسلوبكم الخاص، لان الزوج هنا او الحبيب خليتوا فيه اثر غريب، اثر غريب. العشر نقود فيه رجوع هنا للمنفصلين والمطلقين، وحتتغلبوا على الطرف الثالث ده. والحاجة اللي أثرته يعني عندكم جاذبية خاصة تجذبوا بها الرجل ده، الزوج ده أو الحبيب ده، هو ما شافهاش الحاجة دي، ما شافهاش في ست تانية حتى مع الطرف التالت. فعشان كده زي ما قلت لكم هنا أصحاب القراءة الأول يعني أصحاب المطلقين والأرامل والحاجات دي، فأنتم كمان الإنسان ده أنتم يعني هتكونوا توأم روح، زي ما نشوف الخيال الرجل ده مع ايد خيال المرأة دي، وخاصة إذا كان فيه اختلاف ما بينكم، يا إما الإنسان ده الزوج ده سابكم وراح لمكان آخر، يا إما أنتم مقيمين في بلد آخر غير البلد الأم اللي اتولدتم فيه، يا إما في فرق في السن أو في العقيدة أو في البشرة، لون البشرة، فيه رجوع لكم إن شاء الله وانتصار على طرف ثالث بقدرة ربنا. طب اللي ما عندهمش طرف ثالث وهم عندهم علاقة باردة مع الزوج وما فيش يعني حوار ما بينهم، هل ستتحسن أو تتغير العلاقة حسب ما هو مشروع ما مسطر في عقلكم؟ الإنسان ده غالبا يعني هيعمل دايما الحاجات اللي هو عاوزها، مش هيكون فيه تغيير للأسف. زي ما شوف الرجل ده يعني بيدخن كده وقدام المصابيح دي كلها، وهو بيدخن كده داخل غرفة مغلقة، يعني بيعمل هو الحاجات اللي هو عاوزها، رغم ان احنا نعرف ان الملك ما بيظهر بأناقة وبهيبة. فهو شوف الملك هنا ازاي قاعد في الورقة دي، يعني مش عاطي قيمة للمكان المركز اللي هو بيشغله. فالانسان ده يعني دايما مش هيديكم قيمة للعلاقة اللي انتم فيها دلوقتي، فهو حيكون دايما متسلط ورأيه هو اللي حيمشي مش رأيكم للأسف. طب الجانب العملي والمادي والسفر، في أخبار جديدة إن شاء الله هتجيلكم، لا انفراجات جميلة جدا. أصحاب القراءة الثالثة عندكم انفراجات مالية، حيكون في سفر كمان إن شاء الله، وحيجيلكم كمان للناس اللي ما عندهاش عمل عندكم عمل إن شاء الله عن قريب، خاصة في ما بين 24/6/21 لغاية 12/14/7/2021 عندكم إمضاء عقود لعمل، عندكم دخول أموال يعني معتبرة إن شاء الله، وفي سفر للبعض منكم وخاصة اللي هو عاوز يسافر عشان يعمل تحاليل أو أشعة أو يكشف على صحته أو يعمل عملية في الخارج. عندكم انفراجات إن شاء الله جميلة جدا من يعني بالجانب العملي والمادي وجانب الصحة. السفر عندكم سفر كمان، عندكم سفر مرتين تروحوا وترجعوا بعدين تروحوا مرة ثالثة. طب ايه الطريقة اللي لازم تسلكوها عشان توصلوا للمرحلة دي؟ شوفوا سبحان الله بتكلم يعني والأوراق بتخرج لوحديها، شوفوا كده أوراق الخمسة بتتكلم لوحديها. انتم عانيتوا كتير في الايام اللي فاتت او الاشهر اللي فاتت او في السنين اللي فاتت، انتم دلوقتي مرهقين بسبب يعني عمل انهككم، بسبب مشكله عاطفيه انهكت عاتقكم، ايوه يعني تعب كبير على انتظار رجوع كارما او على حصول على عمل او وصول الخبر ده اللي انتم بتستنوه فيما يخص السفر أو السفر من أجل الصحة أو العمل، يعني وجود عمل، إمضاء عقود عمل جديدة أو انتظار فلوس أنتم بتستنوها. وصلتم لمرحلة يعني يأستم من حصول على الحاجات دي، فالكروت هنا بتقول لكم توقفوا، كارت يعني صندوق الميت، توقفوا اقتلوا الفكرة السوداء دي اللي في عقلكم، لأنه في خير كبير جدا جاي لكم إن شاء الله، خاصة زي ما قلت لكم ما بين 24/6 لغاية 14/19/7/2021، وحتخرجوا من الأزمة اللي انتم فيها دلوقتي. زي ما نشوف الكروت هنا حتخرجوا، منشوف الفراشات دول خارجين من غابة سوداء كده ليلة النور لتحقيق استقرار
يعني من جميع الميادين، عائلي، مادي، أو أي حاجة مشروع أنتم بتفكروا فيه الأيام دي إن شاء الله. طب إيه هي الأبراج الخاصة بالقراءة الثالثة دي؟ في برج الحمل والثور، برج الحوت، برج العقرب والسرطان، برج العذراء، تقريبا كل الأبراج هنا. دي ورود، دي ورود، عفوا التعب، دي وجود، عفوا، الكارت ده great fortune، يعني الكنز الكبير، يعني طاقة كل الأبراج موجودة هنا. طب إيه نصيحة كروت الملائكة ليكم؟ زي ما قلت لكم لبريزان، شوفوا يا سبحان الله، شوفوا الخير اللي جاي لكم، الخير اللي جاي لكم من عند ربنا سبحانه وتعالى، فأبشروا خيرا. الكروت الملائكة بتأكد الكلام، القراءة اللي قلناها دلوقتي بتاعت الترو، لبريزان great fortune، يعني في كنز، في حاجات كويسة هتدخل حياتكم من الناحية المادية، من ناحية الصحة، من ناحية السفر، وكمان من ناحية العمل، فأبشروا خيرا. والشرط الوحيد انكم تتوقفون من الطاقة السلبية اللي انتم فيها، وتخرجوا منكم الطاقة السلبية دي لطاقة ايجابية، وتغيروها لطاقة ايجابية. هتسألوني ازاي هنغير الطاقة دي، هقول لكم زي ما دخلتم في اليوتيوب اللي على قنوات الترو، في قنوات اخرى بتعلمكم ازاي تعملوا اليوغا. اليوغا هي من الأحسن تكتبوها بالفرنساوي عشان تشوفوا الحركات اللي لازم تعملوها عشان تنظفوا الطاقة بتاعتكم الداخلية من سلبية إلى إيجابية إن شاء الله، أو تعملوا تمارين رياضية عشان تخرجوا زي ما بيقولوا بالفرنساوي التوكسين، يعني الطاقة السلبية اللي مركزة في العضلات. وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أرجو أن القراءة عجبتكم، وإذا عجبتكم من فضلكم اكتبوا في التعليقات عشان نعمل لكم قراءات مماثلة لهذه المرة القادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى، مع السلامة.